السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بنعمل رسمة جديدة زي ما احنا شايفينها، رسمة طائرة، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونشوف التأثيرات بتاعة القلم الرصاص. هبدأ هنا استخدم القلم الرصاص واعمل الاوتلاين بتاع الطائرة. طبعا حاطط الورقة اللي تحت ايدي زي ما انتوا شايفينها كده عشان خاطر انا ايدي بتعرق مع على الورقة الاصلية فبتخرب الورقة، فانا بحطها تحت ايدي عشان تحفظ نظافة الورقة. بستخدم القلم الرصاص واكد على الخطوط وارسم الخطوط الرئيسية بتاعت الطائرة، وبعد كده نبدأ نعمل ايه التأثيرات ونشوفها مع بعض هنعملها ازاي. انا باكد على بعض التفاصيل بتاعت الطائره زي ما انتم شايفين كده عشان تظهر اكتر. هرسم بعض التأثيرات على الخلفية، يعني بعض السحب، بس هي عملية تجريدية كده بسيطة تديني بعض الإحساس الخلفية، وبظهر بعض الأشياء كأن الطائرة طايرة من فوق، وبتظهر بعض الأشياء الصغيرة من تحت زي ما احنا شايفين. بأكد هنا على الخطوط عشان تظهر أكتر معايا. هستخدم هنا قلم الدمج، أعمل بعض التأثيرات الظل والنور عشان يظهر الشكل الجمالي للطائرة، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. Thank you.
زي ما انت شايفين كده، انا كل ما اعمل اضافة زي ما قلت لكم قبل كده بتظهر اللوحة اكتر. وقلم الدمج ده فعلا استخداماته هايلة وبيطلع نتيجة جميلة زي ما انت شايفين كده، بيعمل تأثيرات زي ما انت شايفين جميلة في اللوحة. طبعا اللي ما عندوش قلم الدمج ممكن يستخدم المنديل على الورق عادي جدا ويعمل بيه بعض التأثيرات برضه. بعمل بعض التأثيرات كأنك بالظبط شايف الحاجة من فوق، طبعا الأشجار والمباني اللي ممكن تظهر، طبعا تظهر بشكل صغير جدا زي ما انتم شايفين كده، أنا بعملها كروك يعني سريعة. جبت هنا قلم رصاص درجة أغمق شوية عشان أأكد على الخطوط تكون واضحة أكتر. وكده الدرس انتهى، وان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.